بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نترحم على أرواح الشهداء من المدنيين والعسكريين، أيضا نبارك للشعب السوداني الاتفاق ونتمنى أن يرضي الجميع، ونشكر الوسطاء المبعوثين الأفريقي والأثيوبي على مجهوداتهم وصبرهم على الجميع، وأيضا نشكر لإخوتنا في الحرية والتغيير على الروح الطيبة، وأن هذا الاتفاق له ما بعده. كما نود أن نطمن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شارك في التغيير من الشباب والشابات والمرأة بأن هذا الاتفاق سيكون الاتفاق شاملا لا يخصي أحدا، ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة. الإخوة الأعزاء، ألا يشكر الناس لا يشكر الله. في هذا المقام أيضا لابد من نشكر الوسطاء الوطنيين، وأيضا نشكر كل من الأشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات المتحدة والأصدقاء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وينوب عنهم سفراءهم في تغريب وجهات النظر، وكذلك الأخوة الإعلاميين الذين سهروا معنا من مبارح ولغاية اليوم، والشكر للجميع. وإن شاء الله يعني وكذلك إن شاء الله نتمنى للوطن وطن آمن مستقر، ديمقراطية ديمقراطي في هذه الأيام القادمة إن شاء الله. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.